بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 156. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نواصل معكم الحديث في موضوع أحكام النكاح، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن مسائل تتعلق بالصداق، لأننا تناولنا في الحلقة السابقة أول الكلام في موضوعه. ومن هذه المسائل أولا أن الصداق ملك للمرأة، ليس لوليها منه شيء إلا ما سمحت به له عن طيب نفس، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا طابت نفسها بشيء من صداقها لوليها أو زوجها أو غيرهما فلا بأس بذلك، إلا أنه لأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ولو لم تأذن ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ثانيا، يبدأ تملك المرأة لصداقها من حين العقد كما في البيع، ويتقرر كاملا بالوطء أو الخلوة بها أو بموت أحدهما، ويتنصف إذا طلقها قبل الدخول. ثالثا، إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة وقد سمى لها صداقا فلها نصفه، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي لكم أو لهن، فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق. وأيهما عفى لصاحبه عن نصيبه منه وهو جائز التصرف صح عفوه، لقوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والذي بيده عقدة النكاح قيل الزوج وقيل الأب، ثم رغب في العفو فقال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا ينسى الزوجان التفضل من كل واحد منهما على الآخر. ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف، أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر، وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي على بعضهم بعضا، والمسامحة فيما يستغرقه أحدهما على الآخر للوصلة التي قد وقعت بينهما. رابعا، كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو كالمهر. خامسا، إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم. سادسا، إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهر فإنه يصح النكاح، ويسمى ذلك بالتفويض، ويقدر لها مهر المثل، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي وما لم تفرضوا لهن فريضة. ولحديث ابن مسعود: في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. وقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشط بمثل ما قضيت، رواه الترمذي وغيره وصححه. وقد يكون التفويض لمقدار الصداق، ومعناه أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو ما يشاءه أجنبي، فيصح العقد في هذه الحالة ويقدر لها مهر المثل. والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم، فيقدره بمهر مثلها من نسائها، أي قراباتها ممن يماثلها كأمها وخالتها وعمتها، فيعتبره الحاكم بمن يساويها منهن، القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب من النساء فبمن يشبهها من نساء بلدها. وإن فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والأمر يقتضي الوجوب، وأداء الواجب إحسان،
وإن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول تقرر لها مهر المثل وورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح، ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره. وإذا حصل الدخول أو الخلوة تقرر لها مهر المثل، لما روى أحمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر. وإن حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء، كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج. سادسا، للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، لأنها لو سلمت نفسها ثم أرادت التراجع حتى تقبض صداقها لم يمكنها ذلك. فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها حتى تقبضه، لأنها رضيت بتأخيره. وكذا لو سلمت نفسها ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.